من المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله، ولأسباب لسنا بصدد ذكرها الآن، هادن القبائل اليهودية الذين كانوا آنذاك جزءا من الدولة على شروط معينة. ولكن لقد ابتليت تلك القبائل اليهودية بمصير سيء نتيجة لنقضهم عهودهم مع النبي، وكان مصير يهود بني قريظة هو الأسوأ من بينهم. وقد اتخذ أعداء الإسلام من المستشرقين وبعض المتعاطفين مع اليهود من حادثة بني قريظة وسيلة للتشهير والطعن بشخصية النبي صلى الله عليه وآله، ولكن على أولئك أن يحيطوا علما بجوانب الموضوع وظروف القضية ليدركوا أن بني قريظة هم الذين جروا الوبال على أنفسهم. فمن هم بني قريظة؟ وما هي حكايتهم؟ لماذا توجه إليهم النبي صلى الله عليه وآله؟ وماذا كان مصيرهم؟ إن بني قريظة هم قبيلة من اليهود كانوا يساكنون النبي بالمدينة أو ضواحيها، وقد كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله عهد أنه لا تجار قريش، وأن ينصروه وقت الحرب وأن لا يعين عليه عدوا. وحين قام الأحزاب بمحاصرة المدينة كان من المتوقع أن ينضم يهود بني قريظة إلى صفوف المسلمين ضد القوات الزاحفة على المدينة، وذلك بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفريقين. لكن الذي حدث هو العكس تماما. إذا سنبدأ مواجهته، قام يهود بني قريظة بإيجاد تحالف عسكري مع الأحزاب، ذلك التحالف الذي كان الهدف من ورائه استئصال النبي ومن معه. فقاموا بالتطبيق العملي لما نطلق عليه اليوم مصطلح الخيانة العظمى. فقد ورد في كتب السيرة ومن ضمنها كتاب السيرة النبوية لابن كثير بأن هدف الأحزاب من مهاجمتهم المدينة هو استئصال محمد ومن معه، وقد ورد هذا في كلماتهم مباشرة حيث قال اليهود لهم سنكون معكم عليه، أي على محمد، حتى نستأصله ومن معه. عندما سمع النبي صلى الله عليه وآله بخيانة بني قريظة ونقضهم للعهد بعث إليهم سعد بن معاذ وآخرين لاستطلاع الأمر. فحاول سعد إقناعهم بالتخلي عن فكرة نقض العهد، فأساءوا الكلام معه وأسمعوه ما لا يحب، وأصروا على موقفهم، فسكت عنهم النبي حتى انتهت معركة الخندق. وبعد انتهاء المعركة أمر النبي محمد صلى الله عليه وآله أصحابه بالتوجه إلى بني قريظة. وأما عن المصير الذي حل بهم آنذاك فقد سجل القرآن الكريم قضية بني قريظة وتحدث عنها في آيتين من سورة الأحزاب أوجزتا ما جرى آنذاك، حيث أشارت الآيات إلى أن بني قريظة قد ظاهروا المشركين وأن مصير الرجال منهم كان إما القتل أو الأسر، وأن المسلمين قد غنموا أرضهم وديارهم ومساكنهم. وفي مقابل البيان القرآني عن تلك الحادثة شاعت روايات السيرة التي شوهت الإسلام وأساءت للنبي لأنها سردت أحداثاً وتفاصيل مخالفة للنص القرآني الواضح ومنافية لأخلاقيات النبي محمد صلى الله عليه وآله التي عرف بها والذي امتدحه به ربه إذ قال له وإنك لعلى خلق عظيم.